Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir la suite des exercices de la leçon numéro 1, la matière de la physique. Alors, on a un chauffe-eau, c'est une matière qui a été déjà dans la vidéo de la physique, et d'ailleurs, donc, on a dit que j'approfondis mes connaissances. Donc, ديالي دونك هنا عندي لو سيكل دولو يعني غنشوفوا هاد لابارتي هادي على دوره الماء دونك لاحظوا معايا هنايا عطينا هاد ليماج هادي وعطينا هاد لي فليش و هاد لي فليش سون نيميروتي يعني كل وحده عندها الرقم ديالها دونك هنايا قال لك اتريبيي ا شاك نيميرو دو ديسان لا فراز كي كونفيان يعني هنايا قال لك كل جمله هنايا غنديروا ليه يعني هنايا كل جملة نوضعوا الرقم المناسب ديالها دونك هنايا لاحظوا معايا سو لاكسيون دو سولاي لو دي مير اي دي ريفيير سي فابور قال لك هنا تحت تأثير الشمس الماء ديال البحر وديال الوديان او النهار سي فابور يتبخر دونك هنا شكون الجملة هذه شكون تيمثلها هنا في هذه الصورة شمن السهم اذا هو هذا السهم هذا تيحمل رقم 3 دونك غندير هنايا الجملة ندير قدامها رقم 3 تري بيان الو هنايا هذه هي لو سيكل دولو اللي شفنا ديجا قال لك هنا لا بونت دو رولييف اونترين لو دي بلو فير لي مير هنا قال لك La pente est un واحد المنحدر c'est-à-dire terrain incliné يعني واحد المنحدر واحد كما تنقول واحد الهبطه du relief entre l'eau du fleuve vers les mers يعني هذا المنحدر هذا كيدخل ليا entraîne l'eau du fleuve يعني تيدخل لي داك الماء ديال الويديان لي فلوف هما الويديان هذا هو لو مو اكزاكت ديال الواد vers les mers يعني تيدخلوا ها هو كيدخلوا للبحر دونك اذا هذا المنحدر هذا ديال الويديان او لا هو هذا عفوا هو هذا لاحظوا معايا تري بيان هو هذا كيهبط كيبقى غادي 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 و تيكب ليا في البحر دونك هادي غندير اذا هذا لا فليش هادي كتحمل ليا الى بورت لو نيميرو 1 يعني فيها رقم 1 دونك هنا درنا رقم 1 تري بيان الوغ سي لو دي نياج سو راسومبل بوي روتومب سور تير اون نيج اي اون بلوي قالك هنا الماء ديال السحوب كيتجمع و كيعاود يتساقط سور تير على مستوى الارض اون نيج يعني على شكل ثلج و امطار او مطر دونك هنايا شكون كيمثل ليا هاد لابارتي هادي هو لو نيميرو 4 هي لا فليش هادي هو باش كيتجمع هنايا كيعاود يتساقط داكوغ سو فورم دو نيج اي دو بلوي تري بيان دي لو فون ترونسبور لا فابور دو فير لي كونتينون قال لك هنايا لو فون قلنا هو الريح ترونسبورت يعني كينقل ليا لا فابور دو بخار الماء فير لي كونتينون الى على مستوى القارات او على مستوى الارض تري بيان اذا ها هو فوالا اذا هذا نيميرو 5 يعني ها هو باش كي لوسك لو سي فابور لو فون ترونسبورت هاد لا فابور دو فير لي كونتينو يعني الى القارات دونك هادي هي النيميرو 5 هنايا هي اللي خصنا نديرو دونك لو سانفيلتر دون لو سول اي روجوان لي ناب دو سوتيرين تري بيان قال لك هنا لو يعني الماء يتسلل سان فيلتر دون لو سول تيتسلل في التربه اي روجوان لي ناب دو سوتيرين يعني هنايا وكي كيلحق بهاد الفرشات المائيه الارضيه او تاع سوتيرين تحت الارض دونك هو هاد لو نيميرو هذا اللي هو لو نيميرو دو دونك لاحظوا معايا هنايا كيتسلل يعني هنا سو سول تري بيان Alors, question 5, l'eau dans le pain. Là, on a eu un mètre Donc, on a eu Donc, la masse d'un morceau de pain est de 70 grammes. On a dit que la masse est le coûte là. La masse est le coûte là. D'un morceau de pain, il y a le trap de l'eau. اي دو 60 غرام اللي هي 70 غرام دونك الكتله اذا شدينا واحد قطعه خبز عبرناها لقينا فيها 70 غرام اون لو ليس بليزيور جور خليناها في الهواء الحر
عدة أيام يعني à l'air libre. L'air libre هو الهواء الحر. Et on le pèse à nouveau. عودنا عبرناها لقينا فيها 62 غرام. Donc شنو لاحظتوا أن la masse a été diminuée. يعني هاد la masse هادي نقصات. Donc في نظركم علاش غتنقصات هو السؤال. كوستيتي الباسي. Donc هنايا علاش نقصات؟ لأن كما كنعرفوا أن le pain contient de l'eau ou had l'eau hada chnou tralé a été disparu yani ikhtafa donc علاش ikhtafa لان خلينا في الهواء الحر يعني هذاك الماء شنو وقع ليه يعني اختفى يعني ولا يعني نشف جاف مفهوم اذا هنايا نقولوا كوستيتي الباسي يعني علاش نقصات الكتله باسكو لو اي تي ديسباري يعني لو اختفى او اي تي سيشي يعني وقع ليه كما يعني نشف مفهوم اذا جوفا لو دون لو يعني هنايا في هاد لا كيسيون هادي باش نكتبها لكم صافي هادو Vous allez écrire l'eau a disparu. A disparu. Très bien. Et il marche avant. Très bien. إذن هنايا لو دون لو كور إيمان يعني هنا قال لك الماء في الجسم ديال الإنسان تري بيان ألوغ هنا لو كور دان هوم كونتيان 60% دو يعني هنايا قال لك الجسم ديال الإنسان كيحتوي على 60% من الماء يعني أن الجسم ديال الإنسان كاع داك المكونات تو لي كومبوزون كي لو كومبوز هاد المكونات كامل كي تكون منها كيحتوي الى جينا 60% ديالها يعني هي مكونه من الماء فيها غير الماء دونك سا ماس اي دو 60 كيلوغرام دونك 70 كيلوغرام الوغ هنايا قال لك الكتله ديالو ديال هاد الجسم هذا 70 كيلوغرام قال لك كيل ماس دو كونتينتيل قال لك شنو هي الكتله ديال الماء فهاد لو كور هذا اللي فيه 70 غرام دونك انا شنو غندير دونك الا كانت لاحظوا معايا هنايا دابا قال لك هاد لو كور هاد لو كور لا ماس ديالو الكتله فيه 70 كيلوغرام وقال لك هاد لو كور هذا كيحتوي على 60% من الماء دونك شنو غندير انايا غندير هاد 60 نضربها في 70 60% شنو هي 60% ديجا شفتوها في ابتدائي 60% راه هي 60 مقسومه على 100 مفهوم اذا باش نحولها على هذا الشكل هذا غنضربها في 70 دونك شحال غتعطيني غندير 60 نضربها في 70 مقسومه ديزولي ديفيزي بار 60 Désolé. Alors, Steam 70, il y a 4200 sur 100. Il y a 42 et on va mettre l'unité, il y a un autre d'arôme, on dit qu'il y a 42 espace kilogramme. Donc, il y a la masse de l'eau qui est faite de l'eau corale, il y a 42 kilogramme. Donc, il y a un autre d'arôme, il y a un autre qui va chercher ديروا لي بحال هكا العمليه ادير لاماس دو وادير تساوي تحسبها لي ادير 60 70 مقسوم على 100 تري بيان اذا تساوي تساوي 60 70 ادير لي 4200 سور 100 وباش غتعطيك هنايا لاحظوا معايا نحيد الاصفار غتعطيك 42 على 1 هي 42 وغدير كيلوغرام دونك لاماس دو هي لاماس دو اللي كاينه في هذا الجسم هذا او كتله الماء اللي كاينه في هذا الجسم هذا هي 42 كيلوغرام اذا شدينا 42 نقصناها من 70 غتعطينا 28 كيلوغرام دونك 28 كيلوغرام ديالاش ديال لي زوطخ زوركان يعني ديال دوك الاعضاء الاخرى او دوك لي زوتر كومبوزون اللي كاينه في الجسم يعني العضلات او الاعصاب او الى اخره دونك الجلد الشعر اذا هادو كامل توزنوا ليا 28 كيلوغرام اي بينما هذا الماء هذا
اللي كاين في الجسم تيوز ليا 42، دونك عقلوا على هذه المعلومه غتفيدكم بزاف، لان ممكن يعني خليوها عندكم كثقافه عامه. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه لابارتي هذه. تسناو لا فيديو الماجي غنديروا لي 3 ايتا دو لا ماتيير اللي تا هو درس بسيط ساهل، دونك غنخدموا هذا الشيء ونديروا حتى هو لي زيكزيرسيس ديالو، وعاد غادي نعطيكم انا الدروس ديالي هذا الشيء غنعاودو مي بطريقتي وندير لكم لي زيكزيرسيس ديالي واللي كيتحطوا في الفروض. دونك انا بغيت في هذا لي فيديو كنحاول نشرح لكم هذا الكونتوني هذا المحتوى ديال هذا لينيفير بلوس هذا. دونك جيسبر كو هذا الفيديو فوز ايتيتو et merci de me rejoindre. Alors, maintenant, je connais bien maîtriser cette leçon. Alors, les mes femmes, je vais les mettre dans les commentaires ou à l'injabolia. Au revoir.